دكتور هاني، يا ريت كده في دقيقتين تجمل لي بقى علاج هذا المرض ايه. احنا بنقول امراض عالجها الاسلام، تمام. فانسان يعني في قلبه الشره او الطمع فيما عند الاخرين، يريد ان يجمع المال بالحلال بالحرام، تفرقش معاه، علاجه ايه؟ علاجه أن يكون يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى، يرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. فالإنسان إذا رضى بما أعطاه الله تبارك وتعالى من مال أو صحة، ما هو المال على فكرة رزقه كله ليس مالا فقط، طبعاً طبعاً. يعني صلاح الأبناء هذا رزق، صلاح الزوجة هذا رزق، راحة البال في حد ذاتها رزق، ربنا أتاه الله علما هذا رزق، رزق رزق. طبعا بعض الناس يكسر الرزق على المال فقط. فإذا ما رضي بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا يكون رضي عن الله عز وجل، فيكون هذا الطمع دواء لهذا الطمع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، نعم، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والتراب هنا لا يراد لذاته، والمراد بالتراب هنا هو دخول القبر يعني. ويتوب الله على من تاب كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يرضى بهذه العيشة ويعلم علم اليقين أن هذه الدنيا دار ومر وليست دار مقر. فالإنسان مهما جمع في هذه الحياة الدنيا هو سيتركه للورثة، سيسأل عنه هو بين يدي الله عز وجل وهم يتقاسمون. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، وشرفتونا والله. شكرا، بارك الله فيكم. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي العزيزين، فضيلة القارئ والمقرئ ومعلم القراءات الشيخ سليمان حامد. الشيخ حامد سليمان أبو زيد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وأيضا للقارئ والمقرئ والداعية ومعلم القراءات فضيلة الدكتور هاني جلال سليم، شكرا جزيلا. ونشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.